أعلنت مؤسسة حياة كريمة استجابتها الفورية لاستغاثة بعض المواطنين تزامنا مع نهاية المدة المقررة من رئاسة الوزراء للتصالح وانتهاء الموعد المحدد لسداد جدية التصالح في مخالفات البناء. وقررت المؤسسة دفع جدية التصالح لعدد 27 حالة تصالح بإجمالي بلغ 53,000 جنيه، ويأتي التنفيذ في 4 محافظات هي الغربية، الوادي الجديد، وسوهاج والمنوفية.